فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قلت لأحد إخوتي سأعطيك 100 ريال هبة، ثم بدا لي أن أعطيه 50 فقط إذا جاء ليأخذها، فهل هذا يعد رجوعا في الهبة؟ لا، رجوع في الهبة إذا قبضها، إذا قبضها ما يجوز لك الرجوع فيها، أما قبل أن يقبضها فلك أن تتراجع عنها أو عن بعضها. نعم.